دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس وزراء حزب الاستقلال إلى الاستمرار في مهامهم حتى عودته من رحلة خارجية. وكان الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط قال إن قرار انسحاب الحزب من الحكومة كان ضروريا بسبب أداء الحكومة السيء. قررنا اليوم كحزب بالإجماع قرار الانسحاب، ولجأنا إلى الفصل 42 من أجل إيجاد مخرج لبلدنا، من أجل أن يحافظ على نموذجه، من أجل أن يحافظ على استقراره، من أجل أن يحافظ على فصل سلطة حقيقية للمتواجدة داخل الدستور، ومن أجل خلق جو تنموي حقيقي، جو اقتصادي مريح، وكذلك حوار اجتماعي حقيقي. انضم إلينا من الرباط عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لحسن فلاح. أستاذ لحسن، يعني جميع الجهات والأطراف الآن في المغرب في انتظار التحكيم الملكي، هل يمكن أن يخضع الاستقلال لأي طلب أو ضغوط من الملك للبقاء في الحكومة؟ هي السلام عليكم ورحمة الله، هي في الحقيقة ليست ضغوط بقدر ما هي تفعيل لمقتضى دستوري هام يعطي الحق لجلالة الملك في أن يعيد الأمور إلى نصابها كلما رأى بأن المؤسسات البلاد لا تسير على ما يرام. وبالفعل كانت الاستجابة فورية لصاحب الجلالة بعدما أعلن المجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية في الحزب بأنه قد استنفذ كل الإجراءات الممكنة قصد تدارك ما يمكن تداركه على أساس إنجاح هذه التجربة الحكومية، إلا أن الأمور لم تسير في الاتجاه الصحيح، فكان هذا القرار لا بد منه بأن نعيد الثقة في العمل السياسي لكل المغاربة الذين صوتوا علينا في انتخابات 25 نوفمبر 2011. نعم، لكن الشباط من خلال تصريحاته الأخيرة انتقد رئيس الحكومة بن كيران بأنه ينفرد بالرأي له ولحزبه. هناك من يقول كذلك بأن شباط في حزب الاستقلال ينفرد بقراراته وهذا القرار يعود له، حتى أن هناك تيار عبد الواحد الفاسي داخل الحزب، وزيرين في الحكومة نزار بركة ومحمد الوفا غابوا عن الاجتماعات التي تقرر فيها هذا القرار بالانسحاب من الحكومة. يا سيدتي، هذا التيار الذي تتحدثين عليه تتحدثين بخصوصه لا وجود له على أرض الواقع. من منع هؤلاء من أن يأتوا بالأمس إلى المجلس الوطني ليدلوا بدلوهم الصريح؟ هم لا وجود لهم، هم فقط قلة قليلة، والمناضلين يعرفون هذا جيدا. إذا نحن لن نستمع لأصوات ناشزة فضلت التحدث خارج المؤسسات الشرعية والتي يخول لها النظام الأساسي للحزب التحدث واتخاذ القرار المناسب في مثل هذه الأمور. حميد شباط لا يتحدث باسمه، وإطلاقا ما ثبت منذ أن انتخب كأمين عام لحزب الاستقلال أن اتخذ قرارا منفردا. هاتوا لي هذا القرار المنفرد لأعلق عليه. إن القرارات التي يتخذها حميد شباط هي قرارات نابعة من مؤسسات الحزب الدستورية. فبالأمس الآن ونحن نقف اليوم في هذه اللحظة، هناك حسب الدستور ليس هناك خطة واضحة، ربما هناك البعض يتحدث عن تعديل حكومي، وهناك من يتحدث عن انتخابات مبكرة. بالنسبة لحزب الاستقلال هناك من يقول بأنه إن دخل حاليا لانتخابات مبكرة فربما لن تكون كما يتوقع. هذه توقعات سابقة لأوانها. نحن الآن في مرحلة أولى أخذنا قرارنا بكل حرية وبكل شجاعة وبكل مسؤولية. هناك طارئ الآن، حينما اتصل صاحب الجلالة بالأخ الأمين العام وطلب منه إبقاء وزراء الحزب في أماكنهم إلى أن يعود من الخارج، نحن نمتثل بطبيعة الحال لهذه التعليمات الملكية السامية، وسيبقى الوزراء في مكانهم إلى أن يستقبل جلالة الملك الأمين العام ويتباحث معه في هذه الأمور الطارئة، وآنذاك يمكن اتخاذ القرار المناسب. لا ترهبنا الانتخابات، ونحن نقدر طبيعة المرحلة ولنا إمكانياتنا. ولكل حادث حديث. نعم، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لحسن فلاح من الرباط، شكرا جزيلا لك.